أما بالنسبة لقبة القاسم فقبة القاسم إلها فد سبب اللي صارت هيك أو قصة حقيقية وواقع الحال موجودين ولد المرحوم اللي أسواها. هذا أكو فد رجل الله يرحمه ويحسن إله إن شاء الله ويدخل فسيح جناته من أهل العباسية الشرقية. هذا الرجل كان عنده ورشة تصليح صغيرة كلش للنجارة والحدادة، يعني كرسي المكسور لحم الحديد أو الخلفة مكسورة صلحها، وكان من الوارد مالته يحط بعض المبلغ لخدمة الحسين مدار السنة يجمعها حتى في محرم. إلى أن أصاب الكبر، نتيجة الكبر ولحيم الولدين أصاب العماء يعني بكبر سنة، فقام قام يسوي بديل هاي العمل مالته يسووه له بالبيت النساء اصحابه يعني اهله، فالصينيه الدهين يبيع بها، فكان ابن بنته يجيبه يوديه لهالموضوع هذا. الى ان شاف انه من يجيب صينيه الدهين اول ما يفتح خلال ساعه ساعتين تنتهي العمليه مال الدهين. فقال له ابن بنته، قال له جدو انا معقوله هيك الدهين مالتي طيب اللي بساعتين يعيفون العالم المحلات ويجون الي ياك يشترون دين؟ قال له لا جدو هذا على فطرة الطفل. قال له جدو مو هيك الموضوع، ده يجي حج فلان حج فلان حج اللي وياه بالمواكب يجون هم يشترون كيلوات ويعطون للفقراء يوزعون فتخلص بسرعه. فالرجل مع عزة النفس استهضم انه العالم تعطف عليه بهيك موضوع، فقال لهم بليله من رجاء قال لهم اليوم باكر لا تسوون دهين. وقال له ابن بنته وديني للمخيم. فمن وداه للمخيم قال له روح جده ساعتين وتعالي. فبدا من صلى الصبح بالمخيم بدا بالبكاء ويتنخى بالامام القاسم سلام الله عليه، يا مولاي رد لي بصري او تتوسط لي يا رب العالمين تاخذ امانتك من وتخلصني من هالذله، انا ما اعيش في ذل. فعن لسان المرحوم نفسه حضر الامام القاسم سلام الله عليه فقال له انت شو تريد تبكي حجي هنا؟ يعني بمعنى كلامه وياه. قال له والله اتنخى بالامام القاسم جيت بلكي تاخذ امانته انا ما اقدر اعيش بذله. فقال له اريد منك ثواني اترخص من عمي وعمتي وارجع لك. فثواني قال له اني اترخصت من عمي وعمتي وراح ارد لك نظر بس عندي طلبه صغير ونا يمك. قال له امرني. بس هو لي عدل الرجل ما يدري انه ذي شو الامام القاسم. قال له انت صاحب ورشه صغيره كنت، اريد اذا رجع لك نظرك ان شاء الله يرجع نظرك اريد من هاي اعمالك البسيطه. انا عقدت وخطبت وعقدت بنت عمي سكينه بس ما زفيت ولا شفت العرس شلون يصير، اريد اسوي له قبه صغيرونه تمثل عرسي سلام الله عليه. فقال له ان شاء الله. مسح على وجهه من فتح هذا عينه ما شاف الشخص ما شافه، بس يقول صارت مسحه على وجهي عن لسانه رجع نظري اكثر من الاول، يعني كانه مثل ما نقول مثال العدنة العاميه الزرقاء اليمامه. فقام في ذيك الفتره نقول بالاربعينات بالثلاثينات كانت عدد المواكب ما يتجاوز السبع مواكب في كربلاء كلها، يعني اللي هن مركز المدينه باب السلام باب بغداد باب عباسيه يعني ذن المناطق السبعه. فقام سوى سبع قبب خلال السنه هاي للمواكب سبعه بنفس الهيكل، ومشى هذا القبه من ذاك الان لحد الان بهاي زينتها ورودها ومصابيحها ثانيه صارت ومشت على هذا الموضوع. ممنون اغاتي، ممنون رحم الله والديك، ممنون حجي. هير از جيفين اس ا فيري فيري pleasant ستوري. One piece of instrument beside the tekye that is used for the commemoration of the martyrdom of Imam al-Hussein and his loyal family is what is called Gubbat al-Qasim. This Gubbat al-Qasim, Haji is giving us the story behind this Gubbat al-Qasim. He's saying that an old man used to live here in this region of Al-Abbasiyya in the 30s or the 40s of the last century. He used to work in a small workshop and he used to divide his income into two halves, one for the Imam al-Hussein and one for himself. He used to do that for many years until one day he got, because of old age he got blind and he couldn't see. So he wasn't able to work in his workshop.
So he decided to build, make some sweets at home and sell them outside to collect the money for commemoration of the martyrdom of Imam Al-Hussein. He did so for a few days or few weeks. Then he realized that what is he selling? He's selling to his own fellows whom were with him in his Mawakib, are coming and buying from him without him noticing that, in order to make him able to collect the money. So he said that, I don't want it to be like that. He went to Mukhayyam al-Husseini, and to what is known nowadays as Mukhayyam al-Husseini, and he sat there and he was beseeching Allah and Imam Hussein's Ahlul Bayt to give him back his eyesight. So he became able to work again and collect the money for Imam al-Hussein alayhi salam. He see that a youth comes to him and tell him, if I give you back your eyesight, I want you to do something for me. He's telling them that I am Al-Qasim ibn al-Hassan, and I want you to build like a small sculpture for me to represent me on the day of Ashura. As you all you know, Qasim ibn al-Hassan couldn't get the chance to marry Sukayna bint al-Hussein alayhi salam. So he, Qasim ibn al-Hassan, asked this old man to build him a sculpture representing that event on the day of Ashura. And he returned him his eyesight. So he was able to see again. And he went back to his workshop and built this sculpture. Until now, after so many years, people are used to carry this sculpture during the martyrdom of Imam al-Hussein alayhi salam.